مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من ضمن المجالات المهمة جدا في القرن 21. المجال ده ليه تطبيقات كتير في العديد من التخصصات، منها الاتصال بالأقمار الصناعية، أجهزة الملاحة الجوية، أجهزة تحديد المواقع، من الأمن القومي ومراقبة الحدود. كل دي تخصصات هندسية يعني بيخدم فيها هذا المجال. الجامعة المصرية اليابانية بتهتم بهذا المجال، ووجود شراكة مع الجانب الياباني بيتيح لنا الحصول على التجهيزات والمعدات المطلوبة اللي يكون عندنا خريج متميز في هذا المجال. مصر النهاردة عندها برنامج فضاء متميز، عندنا وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأفريقية. احنا أول جامعة في مصر تعمل اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتدريب الكوادر الشابة اللي هينهضوا بهذا المجال اللي مصر محتاجاه بشدة في الفترة المقبلة.